أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، بدءاً بحمد الله العلي القدير والثناء عليه على أن كللت جهود أخي الرئيس عبد المجيد تبون بثمرة التئام البيت العربي مجدداً في بلدنا العامر الجزائر، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهد وتحملته من صعاب خلال الفترة الماضية، كما نسأله تعالى أن يمنحنا أسباب التوفيق والسداد ضمن ما يشهده العالم من تحديات وأزمات تستوجب النظر بعيون المستقبل واستحقاقاته. من هذا المنبر أتوجه إلى أشقائنا وأهلنا بالجزائر لأهنئكم بذكرى مجدكم، ذكرى نصركم، ذكرى الأول من نوفمبر في كتاب نضالكم منقطع النظير لتحرير بلدكم وسيادة شعبكم على أرضكم الطاهرة التي ارتوت بدماء أبطال الثورة الجزائرية والنضال الوطني على مدى أكثر من 132 سنة. على الرغم من كل آلامها إلا أنها توجت بنصر الشعب الجزائري والذي لم يتخلى عنه الشعب العربي في مسيرته النضالية، وكان شعبنا في ليبيا، ليبيا المقاومة، ليبيا المختار ورفاقه الأحرار الأقرب لكم والداعم لكم بكل ما استطاع من جهد. وأيضاً أهني الأشقاء في دولة قطر الشقيقة على استضافتها لكأس العالم الذي يعد محفلاً باسم كل العرب، ونهني إخوتنا في جمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر المناخ كاب 27. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مضت 7 عقود ونيف على تأسيس هذه المظلة للعمل العربي المشترك على أساس الانشغال بالقضايا قضايا الأمة، ومن أجل السعي بكل السبل إلى تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعوبنا وللحفاظ على سلامة ووحدة واستقرار كل قطعة من جسد هذه الأمة العظيمة. وهذه الغاية تحتمها علينا وحدة المصير والمصالح المشتركة، ولذلك فبلادي تؤكد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فلا حل دائم أو مرحلي يعد مقبولاً ما لم يحترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للمبادرة العربية والمقررات الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد يرحب المجلس الرئاسي بتراجع الحكومة الأسترالية على قرارها السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أكثر من عقد من الزمن قد مر ولا زال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والقانون، غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفاً بالتحديات محلياً وإقليمياً ودولياً. إن ومن تحت هذه القبة ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية غير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. أيها السادة الكرام، يطلع المجلس الرئاسي بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة
كما أود أن أثني على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملنا من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود. إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن غير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء تدابير الثقة بين الليبيين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم. فلا يخفى عليكم إن المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاقمها، فضلاً على أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي. وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي على ضرورة أن يوظف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022 وتوافقاً مع قرارات جامعة الدول العربية وآخرها القرار 8797 لسنة 2022 الصادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة، والذي حث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الأجال تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح. كما لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظراً للطبيعة الريعية غير المتنوعة على الاقتصاد الليبي، وحيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الإنفاق. إن هذا الأمر أيها السادة لا يتأتى برهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية الحسنة التي تقف خلفها، ولكنه يتحقق بتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة تشارك فيها كل الأطراف الليبية وتضبط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية، بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء للانتخابات المنشودة. ختاماً، أدعو الجامعة العربية ممثلة في أعضائها وأمانتها العامة إلى مساندة المجلس الرئاسي وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين جنباً إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح شعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.